جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: إنني نتيجة العمل المرهق لا أستطيع القيام لصلاة الفجر في وقتها مع الجماعة، وهذا يحصل كثيرا، فكيف توجهونني جزاكم الله خيرا؟ نوجهك بأنه يجب عليك صلاة الفجر مع الجماعة، ولا يجوز لك ترك صلاة الجماعة أو إخراج الصلاة عن وقتها. والإرهاق ليس بعذر، بإمكانك أن تخفف من الشغل وأن تنام مبكرا لأجل الصلاة. الصلاة يجب أن تحسب لها حسابها، ويجب عليك حضورها مع الجماعة. نعم.